بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله بارئ النسم، الخالق من عجم، ومفيض النعم، ومانح القسم، علم باللسان والقلم، وأنزل الأحكام وألهم الحكم. له الحمد من قجم، وله الحمد إلى أن يقال تم، وله الحمد مما وراءها إلى حيث لا وهم ولا فهم، لا يحيط به وهم ولا فهم. وله الشكر إذ هو مولي النعم، بعث إلينا رسولا من أنفسنا أنفس الغرب والعجم، فعلم وزكى ورقى وربى وتمم وما تلاجم. شهد له الحق جل في علاه بأنه على الحق المبين ويهجي إلى الصراط المستقيم، وخلد على لسانه وببيانه وحيا أهدى إلينا الاستبصار كاملا والتبصير متمما هائلا، ولقنه أن يعلن قائلا: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. اللهم صل عليه صلاتك التي صليتها عليه، وسلم عليه سلامك الذي سلمت عليه، واجعلنا من خير المصلين والمسلمين عليه، واجعل صلاتنا عليه وصلة للمبرات وبابا لنيل المكرمات والصلات، واخرجنا بها من الظلمات الثلاث: ظلمة الوهم والجسم والظلم، وقربنا بها من شناء الفهم، انك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغننا بك عمن سواك، عز جارك جل ثناؤك ولا إله غيرك. وبعد، نجدد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من كرسيكم هذا منبري التعليم المتواضع، نجدد الصلة ونحمد الله الذي وصل، نحمد الله إذ بنعمته تتم الصالحات وتتجدد الوصلات والصلات، ونعلن استئناف هذه الدروس القرآنية التدبرية المتواضعة في إطار الكراسي العلمية في وصل لمن قصع، وذلك لما اختير لها من حلة تناسب المقام. ونأمل ونحن نستأنف بعون الله وعن إذنه أن تظل هذه الكراسي على خط البصائر والبشائر، بصائر الهاجية والبشائر الحادية الهاجية التي تحدونا وتبعتنا، وأن تظل أيضا مصونة مما وعما يشين القصاف ويشوهها وما يقطع الوصل، ونعوذها بشني الأوصاف من ربنا صاحب الألطاف. اللهم إنا نعوذ بك من كل قاصع ومانع ومقجر ومفجر، واجعلنا موصولين بالذكر. اللهم كما أحببت إلينا فهم القرآن وتدبره، ويسرت علينا فهم حفظه وتذكره، سألك اللهم أن جعلنا من خيار وارثه الذين هم بهدايته مستمسكون، وفي خدمته منهمكون، ولما فاتهم من بصائره مدركون ومتداركون. عسى أن يكتبوا ضمن هداة حملته، وأن يحظوا يوم القيامة بشفاعته. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. وأذكر السادة الحاضرين، ونحن في هذه الرياض البهية، رياض الذكر وفي صحبة الذاكرين إن شاء الله، والاجتماع على الذكر اجتماع على خير موعود بالصلة بلا حدود،
اجتمع قوم في بيت موسى لا يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وليس وراء هذه الأجزية والعباد جزاء. فإذا الحاضر بالنية سليم الطوية المتقصد لأن ينال من هذه العباد مادا يديه بالتواضع لرب هذا المقام، رب هذا البيت وكل بيوت الله مضافة إليه. إليك يجي منك الأيادي تمدها، أجرني فلا أجري بجور فأخطل، أمين وأمن للأمين بسرها، وإن آثرت فهو الأمون تحملا. قلت أذكر الساده الحاضرين والمتابعين معا، أذكر بأننا لن نستأنف من حيث انتهينا إليه. إذا انتهينا إلى القسم الثالث من أقسام سورة السلام سورة البقرة، وقسم الأحكام، والذي يبتدئ بقول الله وإلهكم إله واحد. وبالضبط انتهينا إلى الآية الجامعة ليس البر أن تولوا، يعني جوهرة السورة، وإن شاء الله أن يحصل هذا اللون من لون التوقف لحكم منه وأحكام علمه الله جل في علاه أعلم بعضها. قلت نبتدئ من حيث انتهينا، بل عودا على بدء، بل عودا على بدء من حيث كان البدء الكلمة الأولى. أولا نجون عند مطلب ملح اقتضته ضرورة من الحالين دي واحدة، وثانيا لما نراه وجيها من اللون من العودة، والعود أحمد لأنه عود إلى الذكر الذي يتجدد بعجة النظر وترداده يزداد فيه تجمله. قرآن والذكر لا يبلى على كثرة التكرار والترداد، إنه موصوف بالكرم، كتاب كريم، إنه لقرآن كريم يفيض بالأنوار على مجدد النظر فيه ومطالعه وقاصد الاستنباط بشرطه منه. نعود قلت، والعود أحمد على الأدراج دون انزعاج إن شاء الله، لما في ذلك من ترسيخ مستفاد الذي سبق أو جملة منه لابد لنا من الإجمال قدر المستطاع. ترسيخ المستفاد الذي أضر به البين وأنهكه الهجر، فلا بد من أدلون بلوان العودة لتحقيق هذا الغرض، وثانيا لتيسير تسجيل مبتوت هذه المادة على طالبها مجتمعة. سجلت مادة تفسيرية من إلى، ولم يسبق هذا اللون من لون بحسب القائمين على هذا الشأن. إذن نعود من حيث البدء ونرتد على آثارنا قصصا، وأملنا أن يفتح الله في العوجة بما لم يكن في الابتداء، وفي العودة يسبق العرجة كما قال المثل، تبقى في العرج عند منقلب الذول فعند العوج تسبق العرجة. وثالثا لتحقيق مطلب آخر قدم إلينا من جهات، وهو تخفيف البسط، يعني تقصير الإصالة. والله ما كنا نقصد الإصالة، حتى قال قائل وقالت قائلة ربما لا ننتهي من البقرة إلى أن تظهر العلامات الكبرى. هذه أقوال يعني لا ينبغي أن تقال، هذا من جاهل فضلا عن فاضل. ثم نعم نزولا عند رغبة كثيرين في هذا الملوان الإيجاز، خصوصا أننا نهتم بإمام تنسب إليه هذا الكرسي، وهو ابن عاصية الذي سمى تفسيره بالمحرر الوجيز. الوجيز هو الموجز، معناه فيه خمس
مجلدات، ولو حرر النظر فيها لكانت مجلدات، عشرات المجلدات. ولأننا فعلا نرى هذا من أدب القول. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: من مئنة فقه الرجل كسر خطبته. وليس خطبة الجمعة فقط، خطابه كسره. أنا ماشي كسر خطبته فقط في الجمعة، كسر خطبته، ماشي قصور خطبته. القصر لا يحيل على القصور، أي التقصير، الإخلال بالمضمون وبالمعنى على حساب اللفظ، على حساب المعنى، تقصير في اللفظ على حساب المعنى، لا الوفاء بالمضامين في أقصر عبارة وهو شاسعها. وإن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم ما مدح جوامع الكلم، قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أتيت جوامع الكلم اختصر لي القول أو الكلام اختصارا. هذا صلى الله عليه وسلم. وعلى أرجو الله أن يعطينا هذه القوة على الاختصار الوجيز بشرطه، شرط الإجاز. إذن نخفف البسط ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، سيرا بسير ضعفائنا كما قلت. ثم أيضا لا ننسى ونحن نبتدئ ما كنا قد صدرنا بهذه المجالس من الوقوف عند المقدمات التي تحصر في أصابع اليد، تنتهي إلى 10، 9 أو 10، وقد ذكر منها صاحب المحرر الوزير بن عطية 9 فصول في صدر محرره الوزير، وهي تنتمي في جملة منها إلى ما سمي بمبادئ العلم، مبادئ العلوم، الذي أشار إليه الشلمشاني بالأبيات المحفوظة عندكم: إن مبادئ كل علم عزراء الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة واضح، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل البعض بالبعض اكتفى، ومن حاز الجميع ومن دار الجميع حاز الشرف. كثير من جملة منها هي تنتمي إلى هذا العنوان، تعريف بمبادئ العلم، تقريبا لهذه المبادئ لإسعاف طالب هذا العلم. وقبلها بغي أن نقف عند تعريف العلم، هذا العلم الذي نقدم الدروس في إطاره، وهو علم التفسير. حده، موضوعه، غايته، 3 مهمات. لأن مبادئ العلوم بعضها يرجع للتمييز، تمييز العلم، وبعضها يرجع للتحفيز، تحفيز طالبه. حين تحدث عن فضل العلم نحفز الطالب، حين نتكلم عن الواضع ونسبه ونسبته نسبته فإننا نحفز الطالب، حين نتحدث عن موضوعه وغاية هذه مقتسمة بين التمييز والتحفيز. لكن لا يخرج مبحث من هذه المباحث عن هاتين الغايتين. قلت الارتباط بالمحرر الوجيز يعيننا ويسعفنا على تحقيق المطالب الآنفة الذكر، من السير بسير الضعفاء من جهة، ومن اعتماد تفسير قال فيه الكبار إنه تفسير جامع بين الأثر والنظر، وواقع الموقع على اعتبار من أكابر أهل العلم بالتفسير، حتى لقب عند الذهبي وهو من هو في السير بشيخ المفسرين، ومن أوعية العلم باللسان وعلوم القرآن. وحتى عند المتأخرين كابن عاشور قال فيه أنه أحد عضادتي هذا العلم، ومن جاء من بعده كان آلتنا له. تفسير بهذه المكانة من رجل متلين عليه بالثناء من الكبار جدير أن يكون موجع الاعتبار. فنرجو أن يحصل جملة منكم على هذا الكتاب، أن يكون في ملكه وأن يتابع معنا، من جهة أن يسعفنا بمجد منه. أحيانا كل شيء يقرأ في الصحف، يقرأ هذا النص في باش نهزيم تسمى
ما متون العلم المدروس بحال النظم، تقرا النحو من ألفية بن مالك، تقرا القراءات من لامية الشاطبي، من حرز الشاطبي، تقرا الصرف من لامية الأفعال، تقرا فقه العبادات المعاملات من عاصمية بن عاصي أو تحفة بن عاصي وهكذا. ذلك بل إن عندهم من لا يحفظ المتن فهمتي لا يتق به بتلقيه ولا بتحصيله، لابد شوف القهوة خصهم في علوم الرواية، يقول فلان يقرأ بمضمن كذا، وخذ النحو من كذا وكذا، فهذا من وين النص تيضبط الطرق تيضبط الأسانيد وتيحدد المرجعية حتى لا يتقول عين البعض بأننا نستقي مادتنا التفسيرية مما لا يقال، لأن أصول هذا العلم ومناهجه معروفة ولاحبة خصوصا عند أهل السنة. لا يمكن الإنسان أن يتحدث في التفسير دون رجوع إلى جامع الطبري ولا الاختصار ابن كثير على الأقل، لا يرجع إلى مدارك النسفي أحيانا وإلى المختصرات كأنوار التنزيل البيضاوي، لا يرجع إلى حواشي بعض المصنفات كحاشية الخفاجي وحاشية الطيبي وغيرها من وصول هذا العلم إلى مراجع المتأخرة كما كالخطيب الموصلي في أولى ما قيل في آية التنزيل، إلى طاهر التحريري والتنوير لابن عاشور، طاهر بن عاشور رحمه الله، حتى قال أئمتنا إن العلم الذي ينبغي أن يقرأ كل شيء فيه هو علم التفسير، حتى ورقة لو كتبت بقلم من يعد في أهل العلم فينبغي أن تقرأ تلك الورقة. حتى إن أحيانا بعض الذين أفاضوا كابن عاشور قال إن في تفسير هذا أحسن ما في التفاسير وأحسن مما في التفاسير، وهذا باعتبار ما وقف عليه وانتهى إليه وكانت مراجعه 5 أو 10 لا تزيد، إلى ما منحه الله تبارك وتعالى من فيض النظر في الكتاب مما يعتبر من بنات فكره التي تنسب إليه. قلنا نبدأ إن شاء الله أولا لتوضيح معنى هذا العلم المسمى بعلم التفسير والذي هو رأس العلوم الشرعية أو الإسلامية، أولها ظهورا وأسطعها نورا علم التفسير، وفي ضمنه كل علوم الشريعة. حتى قال ابن عصية في محرره إن هذا العلم يفتقر، ليس بالنص كلماته، علم التفسير يفتقر إلى كل العلوم، لا يتحصل التفسير إلا بتصريف العلوم كلها، هكذا يقول قريبا من النص، خصوصا العلوم التي تنطلق منه ويرجع إليها في بعض الاستمدادات فيقال فيه أصل وفرع. أحيانا علوم الاستمداد كعلم الأصول أخذت من الكتاب ويرجع إليها في فهم الكتاب، والفقه أخذ من الكتاب ويرجع إليه في مصادره المدونة لتسميم الاستمداد. فإذن لا تناقض حين نقول هذا من استمداد العلم، استمداد علم التفسير، ونقول إن علم التفسير هو الأصل في العلوم كلها. وسأملي عليكم إن شاء الله أبيتا ترشد إلى هذا من نظم الحافظ الديريني في كتابه المسمى بالتيسير في علم التفسير، نظم ألفي أو يزيد في هذه المسائل. الديريني جاء أحد تلاميذ العز بن عبد السلام سلطان العلماء، كان من علماء القرن 7 الهجري، وله نظم فائق في تفسير الكتاب، مقدمته من أجل ما ينبغي أن تنظر في هذا المضمار.
إذن سنسلط الضوء ابتداء على تعريف هذا العلم وما إليه ما يوضح يعني من بيان موضوعه وغايته وما يقبل إن شاء الله من حده وتعريفه، وثانيا إلى ترجمة العالم من العلم إلى العالم. العالم هو الإمام ابن عصية الذي ينتسب إليه هذا الكرسي ومصنفه، في التعريف به أيضا هنا وبيان مصادره فيه ومنهاجه فيه بغاية الاختصار حتى لا نصل، ما نريد أن نصل إلى الابتداء بأم الكتاب وقبلها بجملتي الاستهلال تعودا وبسم الله الانتقال إلى سورة الحمد لله. قلنا ذلك التوصيات أن نؤخرها إن شاء الله إلى حينها، بقية في الوقت بقية، ونبدأ بالتعريف بالعلم. فنقول علم التفسير علم يعنى علم علوم الشريعة شقطعا، وعلم يعتني أساسا ويهتم بصفة أساسية يعنى بألفاظ القرآن ودلالاتها أي معانيها لإفراجية والتركيبية، رجعت إلى معاني المفردات أو إلى معاني النظم التركيبي والسياق لغرض بيان المراد من وراء هذه الألفاظ، وذلكم النظم بيان المراد، مراد من؟ منزل الكتاب، يقف على مراد الله من هذا الكلام بحسب الاجتهاد، وقف على المراد بحسب الاجتهاد والطاقة، حينا بالإيجاز وأخرى بتوسع. هذا كما ترى التفاسير الموجزة المختصرة والتفاسير المشهبة المطنبة المتوسعة. إذن العلوم تتمايز بموضوعاتها وحيثيات هذه الموضوعات. إذا كان موضوع علم التفسير ألفاظ القرآن من هذه الجهة وبهذه الجهة، انفك عن علوم وفارق علوم أخرى كعلم القراءات موضوعه ألفاظ القرآن، ولكن من حيث أداؤها واختلافها معزول لناقله. وعلم الرسم موضوعه ألفاظ القرآن، ولكن من حيث رسمها المتفق المختلف بحسب المصاحف. إذن إذا اتضح الموضوع ارتفع الإشكال وبان الحج، علم الذي يقتصر على هذا النظر. فلو رأينا علما يهتم فقط بالألفاظ المفرجة كان هذا من علوم التفسير كعلم الغريب، وليس علما للتفسير بهذا الإطلاق، من علوم التفسير وهذا ألف فيه. وهناك من أطلق قال هذا علم من علوم التفسير، لأن المفاتيح الأولى للتفسير هي مفاتيح الدلالة الإفراجية. من تقول مثلا قل أعوذ برب الفلق، تحتاج إلى معرفة معنى أعود تعود، ومعرفة الفلق ومعنى الرب، ثم معنى الجملة أعوذ برب الفلق، تنتقل إلى دلالة الجملة الخبرية يراد بها الطلب ولماذا، ودقائق أسرها للبيان والبلاغة من ورائك. ثم إن هذه الغاية المذكورة ضمنا في الحج هي منه، لأن الغرض هو الوقوف على مراد الله بالقطع وبحسب الاجتهاد وبحسب الموارد، لأننا في الآيات ما هو معلوم مراد الله فيه بالقطع، ما إذا كان مبينا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد مرفوعة لا كلام فيها، وكان مبينا بالكتاب نفسه فيما رفع فيه إجمال ببيان، فهمتي، أو ما قيد فيه مطلق أو الأشياء من هذا القبيل، فإنه يمكن أن نقول في هذا القطع على مغيب معنى، قل هذا مراد بالقطع لله تبارك. وما كان محتملا فإن ربنا تبارك وتعالى أراد ذلك منا، أن نجتهد
في فهم كلامه بحسب ذلك، وتتنوع المدارك وتتنوع المواقف، وكلها مشمولة من جهة بعفو الله ورحمته، لأنه هو الذي أراد هذا اللون من ألوان الاختلاف. ويقولون إن الإنسان حين يفتح عليه يوظف الاختلاف لمصلحة في الجمع، وإذا فتن فتن وظف الجمع لخدمة الفرقة، ونعوذ بالله من الانتكاس والارتكاس. يعني تضيق، يضيق الفكر فيضيق الصدر، يضيق الفكر فيضيق الصدر بالتبع، فتحصل هذه الألوان من الشدود، المواقف الشوفينية كما يقول البعض، ضيقة، والتي لا تتناسب مع دين هو دين الجمع ودين الأمة. غاية فهم مراد الله، فهم خطابه، هذا يرفع هذا العلم إلى مقام الرتبة الأولى. ولذلك نرى، وسترون حين تنظرون في مقدمة المحرر الوجيز، أن ابن عطية حين أراد أن يتخصص في علم التفسير، وفعلا هو تخصص فيه كما سيجي هنا، وليس له مصنف إلا في التفسير، ها، من المقلين، ليس له إلا كتيب آخر في برنامج شيوخه، برنامج فارس شيوخه، واطبع، وله كتاب لا يزال مفقودا ذكره ابن الأبار في المعجم، وهو كتاب الأنساب، رد فيه على بعض الذين أنكروا بعض الأنساب العربية في الأندلس، فرد عليهم وأبان عن العلمين بالأنساب ووصولها كما هو معروف في هذا العلم. يقول في مقدمة تفسيره مبينا دواعي تصدي لهذا العلم، وأنه سلك المسلك الصعب للوصول إلى هذا الغرض. فقال: ما رأيت العلوم فنونا، المعارف شجونا، وعلمت يقينا أن المتطلع هم الذي يشرب إلى مقام التحصيل، فضلا عن مقام التكمل والتكميل، لابد له من أن يأخذ من كل علم بطرف خيار، في بمطلق طرف، بطرف خيار، حتى إذا اكتملت ملكته واستوت نضجا تخصص في أجل العلوم وأشرفها وعلم التفسير. هكذا سلك، وأبان عن شرف هذا العلم، لأنه شرف باعتبار جهات ثلاثة هي مرجع الشرف في العلوم كلها: شرف الموضوع كلمات الله، وفضل كلام الله على كفضل الله على خلقه، الحديث الصحيح، شرف الموضوع، وشرف الغاية فهم مراد الله، لأنه فهم خطاب المولى وهو أجل ما اعتنى به، وأجل ما اعتنى بالإنسان فهم خطاب الله، أقول أن أفهم خطاب الله. وكان لا يعد عالما إلا من فهم الخطاب. سيدنا علي كرم الله وجهه ذكر عنده جابر بن عبد الله فوصفه بالعلم، قال: ذلكم العالم. فقيل له: علي تصف جابرا بالعلم في مجلسك؟ فقال: إنه يفهم قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قلت شرف هذا العلم من جهة الثلاث: شرف الموضوع أنه شرف الجوار، وشرف المصدر أنه المتكلم به الله، ماشي مصنف، مصنف هذا كلام الله ووحيه إلى أنبياء، وخاتم، الصفات المميزة لهذا الكلام الخاتم. وشرف غايته اللي قلنا فهم الخطاب أثره، وشيد شرف من هذه الجهات كمل. وواحد مقدمة سيدنا
الراغب الأصبهاني صاحب المفردات، له كتاب يسمى بجامع التفاسير، طبع منه الموجود، وإمام عالم في فهم دقائق البلاغة والبيان وأسرار القرآن. يقول بأن العلوم تتفاضل من جوانب ثلاثة، هو اللي قلنا لكم أول، من حيث شرف موضوعها. الحين نقول مثلا هذا العلم اسمه صناعة موضوعها الذهب والفضة، وهذا الدباغة، هذا الصياغة، وهذا الدباغة موضوعها إصلاح الجلود، فتتفاضل باعتبارها موضوع الاشتغال. وهذا فائدته، حيث فائدته هذا علم الطب في شفاء الأجساد، وهذا علم الدين في شفاء النفوس وهي أرقى، تفاضل بالتفاضل لموضوعاته. ومن حيث الصورة، قلنا سيدي صناعة السيوف وهذه صناعة القيود، والمادة واحدة هي الحديد، تصنع السيف، الصورة تاع السيف هي صورة القيد، هذه صورة تذكر فيذكر معها السجن والعبودية وقل ما تشاء، وهذا يذكر فيذكر معه النصر والشرف إلا ما شتتني. الأصل هو هذا، هو باعتبار الموضوع، باعتبار الصورة، باعتبار قلنا ثمرة الفائدة وثمرة التفسير، هو شهادة الدارين. إذا فهمت كلام الله وعنت على النزول عند المشتغل به، لأن العلم لا يقف عند تحصيل المدركات على مجرد الفهم، لا بد من تمثل، لأنه غاية الغاية. استمع لقول الله تبارك وتعالى: كتاب نزلناه إليك مبارك، هذه صفته الدائمة، فإن تتجلى بركاته ليدبروا آياته، كان فيه إرشاد إلى مفتاح البركة الكبرى، حتى لا يقول قائل وبركة اللفظ وبركة التلاوة وبركة الرقية، هذا شيء كله كاين، ولكن القرآن يحددنا عن البركة في الأسماء والأعلى ليدبروا. والتدبر إعلام إعمال النظر في الآيات لفهم مراد الله من خطوره، والذهاب بالنظر إلى غاية الغايات المتاحة من وراء اللفظ، لأن المعنى وراء اللفظ ودبوره وعقبه. ففي كلمة تدبر من معنى الأدبار، لكن في محلها، لأن المعنى اللفظ هو الذي يبدو أولا ثم يختفي المعنى في أدباره، وربما وراء هذه الأدبار في النظر بعمق يسمى تدبرا. هذه الغاية الأولى، وبها كان تفسيره شريفا. ثم يظهر غاية أخرى من بعده لهذه الغاية الأولى، وهي وليتذكر الخصوص ليتدبروا آياته، هذا خطاب لمن يملك أن يتدبر، فلم يتاح له ذلك في أقسام القرآن المختلفة. القسم الذي لا يعذر أحد بجهله كما سيجيئنا، والقسم الذي هو من خصوصية في نظر العلماء، القسم الثالث الذي يفهم من كلام العرب وعلم غريبهم أشعارهم، أما القسم الذي مستأثر به فيؤمن به ويمر، وسنبين مستويات التسليم للنص الغيبي إن شاء الله متى ما حنا عنا لنا موضع لبيان ذلك. إذن ليدبروا آياتي أولا، وليتذكر أولو الألباب، وهذا تنبيه على غاية الغاية، وأن الغاية الثانية من وراء الفهم هو التذكر، ومعنى التذكر هذا عنوان الالتزام. الإنسان متى يخطئ؟ إذا غفل، ومتى يستقيم؟ إذا ذكر. فيكون الذكر منك حضوره عنوان الاستقامة، لأن نسيان الذكر
يجعلوا العالم أحيانا كجاهل. ولله جر صاحب جوهر المكنون كقولنا لعالم جغفلتي الذكر مفتاح لباب الحضرة، أنت تقولها له وهو من أهل الذكر ولكن نسي، فأصبح في عداد أهل الجهل تنزيلا، نزل منزلة الجاهل بسبب فقده لهذه المعرفة. أتلى علي بن أبان الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. هذه الآية خطيرة خطيرة جدا، وفيها من إعجاز البيان ما الله به يعني انسلخ. انسلخ الإنسان من جيف من حين يفقد سلخه، السلخ والجلد تفقد التمييز الفطري الأساسي، لأن هذه الجلود تاعنا مميزة لنا، اسمنا بشر، احنا متميزين بالبشرة بالبشرة. الإنسان إذا فقد الجلد تاعو يفقد الملامح المعينة. شوفوا عندي شوفوا غير تحرق، أعوذ بالله من غضب الله وناره، تحرق وجهه متميز لنا، تشوفوا ليه ما بصمات ما شيء أخرى يعرفوا بها، تما حرق جلده خصوصا الجلد المميز في الوجه أنه لا يتميز بإطلاق. وليذكر، تذكر والذكار هو غاية ثمرة المجتمع من وراء التدبر، تدبر والتدبر تستحضر وتستذكر وتعتبر، وهنا مربط الفرس مقصد المقاصد، كل هذه مقاصد. في ذلك الكتاب لم ينزل رأسا للتدبر والتذكر، احفظه لابد من حفظه، هذا قال العلم وأول علم الذكر إتقان وحفظه، هذا من المقاصد، ولكنه باعتبار هذه الغاية وسيلة إليها، وهذه الغاية أيضا تفسيرية، غاية لما وراءها هو استحضار هذه المعارف والنزول عندها في كل المواقف. هذا شو كان الذين من قبلنا وجيل الصحابة كانوا يأخذون القرآن ومعه المعارف ومعه تفسيره، لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها وكيف يقف الواقف منها وماذا عليه فيها بما ينبغي أن يلتزم، فأخذوا العلم والعمل معا. فكانت نورانيتهم بصحبة النبي وهذا اللون من أنواع المنهج المنهج المحمدي التي قادتهم لهذا المنوان الاجتماع، أن يجتمع فكر الواحد مسلم وقلبه، قلب محط إرادتك والعقل محط إراءتك رؤياك، ولسانه إنما يستقيم استفقت الرؤية مع الإرادة. يقول علمت والتزمت، ما عرفت وانحرفت فهناك المشكلة، مشكلة الفصام. لكن ما تسمى في لغة القرآن بالنفاق بمراتبه وصوره. إذن علم التفسير والذي يسمى بهذه العبارة ويضاف إليها التفسير، قالوا تفسير القرآن أي علم بيانه، سواء تعلق باللفظ الواحد بالألفاظ الغريب، تعلق بالنظم أم بالسياق الكلي، سواء في ذلك ما يرجع للأقسام التي قلناها قبل من المستأثر والمعتبر، استأثر الله به ف هذا حظنا منه وحقنا فيه، والمعتبر الذي هو موضوع للنظر أساسا، وهي ثلاثة أثلاث الكتاب، وهي هي سعة وعظمة. التفسير قد نجد الذين ينظرون في علم التفسير ويفسرونها عبارة أخرى ترج تزاحم هذه العبارة التي هي التفسير وهي التأويل، فيكون يعني من مناسب لطالب هذا العلم أن يميز بين قولهم تأويل الآية وتفسير الآية، أو تفسير الكلمة وتأويل الكلمة. وإذا نظرنا في الذين وقفوا عند هذا الاختلاف نجد ملاك
مش أنا أجيب اختصار ونحن في مقام الهرولة، لأننا بجنا من حيث البجع بهذه المساحة الطويلة، هذه نظرة سنة. هناك قول بالترادف وقول بالمباينة وقول بالتداخل، ما بالخصوصية والعموم. فقالون بالترادف وهم الأكثر والأشهر، ومنهم الراغب الصبياني، ومنهم عالم اللغة الكبير أبو عبيدة معمر بن المثنى صاحب مجلس القرآن، ومنهم وهو الذي يظهر من تصرف ابن جرير الطبري في تفسيره حين يقول مع كل آية تأويل قوله تعالى، تأويل آية الآية بقوله تأويل. هو يعني التفسير أخطان في إذن هذا نحو منه وميل إلى أنه ما مترادف. القائلون بأنهما غير مترادفين، بأنهما خصوص أو مباينة، يقول إن التفسير يتعلق بما كان قطعيا أو ظاهرا متبادرا لا يشوش عليه شيء، حتى الظهور مستوى مستويات الدلالة، جينا إن شاء الله في دلالة الألفاظ تكون نصا وقد تكون ظاهرة ويدون النص، وقد تكون موصولا إليها عن طريق التأويل برفع المرجوح إلى مستوى الراجح لدليل أو قرينة. هذه مستويات الدلالة إن شاء الله، هي في الأصول وهي أيضا في التفسير. هنا من استمداد، حين يقول أحد من علم الأصول قواعد الأصول هي من استمداد هذا العلم، فهذا الذي نريده، مع أن أصولها مأخذ من الكتاب. التفسير يتعلق عند بعضهم بالمفردة، من تكون بصدد غريب وضع معاني الغريب تكون هنا في محل التفسير. هذا ما تفسير عزين في قوله تعالى فهمتي عزين فما للذين كفروا قبلك، وما تفسير قبلك، يكون بصدد تفسير المفردة يقول هذا يفسر، ويقول بصدد تفسير التركيب والنظم. فراغ عليهم ضرب باليمين، يكون راغ معنى وباليمين معنى، وراغ عليهم ضرب باليمين ايه صراحة يضربهم بقوة أو يضربهم بيده اليمنى. وما معنى ذكر اليمين الإبراهيمية هنا؟ المعاني في سياقها ونظمها هذا بحث تأويل. وقيل أن التأويل يقال فيما لا يكون دليله أو مدلوله قطعيا، أي يكون في مقام الاحتمال، نص محتمل لمعان ووجوه، وهذا كثير في الكتاب ولا يستغرب. القرآن بحر، وقد قال الإمام علي لا يفقه القرآن من لا من لم يرى له وجوها، ونزيد وجوها يمكن الجمع بينها ودفع التعارض الحاصل عند قليل الفكر والنظر. لابد تفسير إذن عندما يرى أنه غير مترادف، يقول بأن الإطلاق في الأصل مختلف. نقول احنا فسر وفسر كلاهما بمعنى واحد، مضاعف مضاعفون بمعنى المخفف، فسر وفسر وكلاهما متعجل، فنقول المضاعف هنا تضعيف فيه للتعدية بل لمحض التقوية، فسر أقوى من فسر، نفي شديد في اللفظ شديد في المعنى تقوية. فمراده بفسر هي كشف المغطى، أبان وكشف المغطى، ويسعفنا في الدلالة هذه أصلها. إنه يقال إذا قلنا بين الأصل في الدلالة الحسي منها، يقول تقول العرب فسر الفرس إذا جرد ظهره عما يمنعه من الانطلاق، جرده لينطلق، أعر الفرس فسره إذا عرى ظهره لينطلق إلى غايته. تعرفوا ما مرجع شي فرس يكون مصدد الرهان وهو حامل البردع، يعني حامل السرج
مجرد يعينها على الانطلاق. فكان الفصل فعلا إذن هو إزالة ما من شأنه أن يمنع الناظر من وصول الغاية التي وضع لها هذا المغطى. فرجع إذن المعنى المعنوي أو النفسي إلى أو العقلي إلى المعنى الحسي. كشف ما من شأنه أن يجعل الألفاظ والتعابير والأسلوب يعني جل بيننا وبينه ما يمنعنا من الوصول منه إلى غاية مراد منزله إلى المعنى، لأن المعنى هو القصد. قالوا فلان هذا اللفظ وهذا المعنى، وش اللفظ مقصود لللفظ؟ أبجن الألفاظ مقصودة لمعانيها، والمعاني المقاصد. عنا بكذا ماذا تعني؟ ماذا تقصد؟ في المعاني هي مقاصد الألفاظ، مقاصد الآي هي معانيها. وهذه المقاصد تتوزع في القرآن على ما سبق قلت لكم، تتوزع على موضوعات، فتجد معاني، تجد مثلا تفصيل المعاني من اللي هي مقاصد في موضوع القصص في مواضعها، موضوع الأحكام في مواضعها، في موضوع العقائد في محلها ومواردها. ويكون الناظر في كل ذلك بحسبه محتاجا إلى علم يوسع نظره فيه. ولذلك حين نقف عند اختلاف التفاسير، بماذا نفسر الاختلاف؟ نفسره بأمور. أولا هذا التنوع في موضوعات الكتاب، وثانيا تنوع في مشارب المفسرين تخصصاتهم. فتجد المليء والضليع وراسخ القدم في علم مثل النحو يهتم غاية بالصناعة النحوية، والضليع والراسخ القدم في علم البلاغة يهتم بالدقائق البيانية، والراسخ في علم الكلام عقائد يهتم بآيات الاعتقاد، والراسخ في علم الأخبار يهتم بالقصص، وهكذا تنوعت التفاسير. ولكن الفن الذي تجده متكرر ولا ينفك عن آية هو العلم الذي يربطك بدقائق البيان وأسراره. ولذلك فاقت التفاسير وغيرها تلك التي اهتمت بهذا الجانب البياني والبلاغي، والذي قلت له الصناعي أيضا حتى على مستوى اللغة، من صناعة اللغة غير صناعة البيان وأسراره. سيدنا ابن عاشور حين يقول لما جاء القرن الخامس ظهر رجلان، رجل في المشرق اسمه أبو القاسم محمود الزمخشري، وآخر بالمغرب اسمه أبو محمد عبد الحق بن عصية الإشبي يعني الغرناطي صاحب المحرر. قالوا هذان عضادة الباب، ومن بعدهما مؤتم بهما من أولي الألباب، أنا ما يقدرش يخرج من هذا. والفارق بينهما أن الأولى رغم غوصهما على المعاني، كل منهما يغوص على المعنى ويتوسل بعلوم اللسان والبيان، إلا أن الأغلب على الزمخشري نظروا في دقائق البيان، والأغلب على ابن عصية نظروا في خصائص اللسان بصناعة اللغة والإعراب. الناس من وعي الجمع، وجعله هو في مصادر ابن عطور في مصادر المهمة في التفسير التي يرجع إليها. فصيبوا نفسا بهذا المصدر الذي أضفناه. ونحن في الحقيقة نريد وصل المنقصع وفاء للسلف، لأن سلفنا يعني جاء إمام التفسير في ربوعنا، الغرب الإسلامي كان يطلق المغرب والأندلس، يقول هذه العدوى الدنيا والعدوى الأخرى هي الأندلس، خصوصا أنه كان في عهد المرابطين وهم حكام المغرب، كانت الأندلس تابعة لهم في أيامهم، وقد زادوا في عمر الحضارة الأندلسية 4 قرون. فإذن وصل المنقطع ورأب المتصدع والوفاء للسلف من الخلف. نرجو أن نكون أن يكون لنا يعني نسبة من هذا الذي نذكره إن شاء الله، ملواني الإحياء. Thank you.
ويل قلنا فشارة يرجعوا لكشف المغطى وبيان الغامض. الحيلولة بين اللفظ وبين ما إزالة الحائل بيننا وبين مراد الله من خلال إما غريب وإما مشكل نظم وإما غيره من الأشياء التي تدعو إلى نوع من ألوان الإيضاح والبيان. وثانيا أن التأويل يفترق من حيث الاشتقاق، هذا شنو؟ من أدلة الذين يقولون به تمايز. يقول التأويل يرجع إما إلى الأول وهو العودة الرجوع آل إليه رجع إليه، والموئل المرجع، وفعلا في الحقيقة نجد أن الناظر أن المفسر ماذا يرجع الكلام إلى ما يدل عليه، يقول هذه اللفظة ترجع لمعنى كذا وكذا وتؤول إلى، فهل من وين الرد سواء على مستوى المفردة أو على مستوى الجملة أو المثل المضروب أن معناه كيت وكيت، فإنه يبحث لها عن مرجع. وقيل أن مرجعه إلى الإيالة، الإيالة هي السياسة في الإمارة، سياسة الجماعة. والمفسر يسوس الكلام وينظر في رد بعضه إلى بعض، يسوس الكلام وينظر في مباجيه ومقاصعه ويحمله على ما يدل عليه. فهذا اللون من الواني من ألوان التمييز يجعلنا ننظر إلى أنه من جهة يمكن رد التأويل إلى التفسير فيتفقان كما هو مذهب البعض، أو الفك بينهما على أن التفسير كشف للمغطى بجلاء فيتعلق بالقطعي والظاهر وما كان من قبيل المفردة وهو كذلك يرجع لهذه المعاني، وأن التأويل يرجع لما كان عقليا أو ما كان مفتقرا إلى ترجيح أمام دلالات مختلفة بدليل أو قرينة تجعل المرجوح راجحا. بهذا اللون بالوان أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللحديث بقية إن شاء الله.